ب 20 جنيه ب 20 جنيه ب 20 جنيه تعالى لي بقول لك ب 20 ب 20 ب 20 ب 20 يلا 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 المايك دوت اللي ما هيستفاد منه هيجي لي بكره الجمعه الساعه 12 الظهر ما اشترى ملابس ما اشتراش ملابس بقول لك التايجر وابو هشيمه اللي مصر كلها بتدور عليه بنقول لك هنبيع التايجر ب 20 التايجر ب 20 مش عرض واحد لكل واحد كمان شغال كميات الكميات دمر اصفي لك فرع الملابس كله في يلا يا وحش دمر الدنيا بقول لك ب 20 ب 20 ب 20 ب 20 ب 20 يلا هو التايجر 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 ب20 التايجر ب20 التايجر ب20 تعالى لي يلا 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 هموته يمسك صنم فانا بعرضه مش هخلي فيها ملابس تعالى لي كوكو هندسي بيقول لك التايجر بكره بكام بكام ب20 جنيه ب20 جنيه ب20 جنيه يا وحش انا مش عايزك بس تقول انا ما عنديش كميات اهو خليها في سرك اهو خليها في سرك تعالى لي قلت لك شارك اللايف واعمل منشن لقرايبك واصحابك عشان كله كسبان في اللايف ده نفسهم يمسكون في ايديهم تعالى لي ب 50 وب 60 وب 75 دمر انا بقول لك بكره التايجر ب 20 جنيه ب 20 جنيه تايجر تعالى لي شغال يا وحش دمر الدنيا تعالى لي دمر تعالى لي شغال الرياضي دمر الدنيا قلت لك التاجر في فرع الكورنيش ب 20 ب 20 ب 20 ب 20 ب 20 عايز مصر كلها تتجمع وكله يشارك اللايف واعمل منشن لقرايبك واصحابك يلا 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 تعالى لي اتنين منه يلا 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 قلت لك اي حد هيشارك اللايف دلوقتي هيكسب قطعه تايجر هديه يا وحش شارك اللايف دلوقتي واعمل لايك دلوقتي عشان كله كسبان يلا دمر الدنيا بقول لك الشغل بكميات دوت بقى مش موضوع يا عم ايه اللي بتكون انت يلا اهو يلا 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 قلت لك اعمل لايك وانت بتتفرج دلوقتي عشان تشارك اللايف عشان كله هيكسب دلوقتي معايا يا وحش اعمل لايك دلوقتي وشارك اللايف واعمل له لايك واكتب لي تم في تعليق هتكسب معايا على طول اهم حاجه اللايك اهو يلا ثلاثه ثلاثه يلا 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 شغال يلا دمر الدنيا تعالى لي الترنجات الخروج اللي بتتباع بره ب 600 جنيه وب 700 جنيه على الاونلاين اللي بتتباع ب 600 جنيه في المحلات وب 700 جنيه على الاونلاين تعالى بقى اهو بقول لك ايه النايكات النايكات اهو ادي اول قطعه يلا دمر الدنيا القطايه معرفش دي بيسموها ايه الناس تعلق كده معانا وتقول لنا القطعه دي بيسموها ايه يا وحش يلا دمر الدنيا دمر تعالى لي الموديل الثاني بقول لك الترنجات الخروج بنقول لك مش هنخلي حد في مصر يمسك حته ملابس في ايديه تعالى لي يلا دمر الدنيا يلا اربعه أربعة مربعة تعالى لي بص القطاية دمر البنطلون الواسع الخروج دمر البرورو البرورو تعالى لي يلا دمر الدنيا قلت لك هبيعه لك بأقل سعر في مصر اللي بيتباع بره في المحلات ب 600 جنيه وب 700 جنيه تعالى لي في البرتقاني تعالى لي في البرتقاني يلا يتدرس والله العظيم بجد يلا 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 خمسة الكفة اهو الكفة اهو هدمر لك الشغل بتاعك كله تعالى لي تعالى لي دمر الدنيا قلت لك اي حد هيشارك اللايف وهيعمل لايك دلوقتي كسبان واللي هيتوقع سعر الترنجات دي هنبيعها بكام كسبان ترنج هدية تعالى لي ادي البنطلون يلا 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 دمر الدنيا التلاتة قطعة التلاتة قطعة يا وحش تعالى لي اهو على الطبيعة الكتكات من هنا للكتكات الكميات يا وحش تعالى لي يلا طب بص بقى المحجبات دوت المحجبات اخواتنا المحجبات يا وحش بص 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 السويت شيرت اللي بيوصل لغايه الركبه اللي حكايته حكايه وروايه اقل ترنج فيهم ب 350 جنيه يلا نص ال 350
ربع ال 350 كام؟ دمر. مفيش بيع ملابس. شغال. هي اتعشت على كده. دمر. مفيش بيع ملابس. اللي هيتوقع سعر الترنجات ده يكسب ترنج هديه. ب 100 وكام ده بقى؟ دمر. ب 100 وكام؟ اللي هيتوقع السعر هكسبه ترنج هديه. قلت لك الترنجات دي كلها بعلك ب 100 وكسر. ب 100 وكسور. اتوقع معايا وهكسبك دلوقتي. بص كده دوت. يلا يلا يلا. ده بقى بينور. 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 بص انا اقعد لك كده عشان الشغل والله بيتكلم عن نفسه. اهو. اهو. بص دوت عامل ايه. يلا. تعالى كده بعد ايه. تعالالي. بص كده اول قطعه. شغال. شغال. دمر. تعالى كده التيشيرت الابيض تحت. دمر الدنيا. ايه يا عم الشغل ده؟ ايه يا عم الدلع ده؟ دمر الدنيا. قلت لك الترنجات ديت كلها، كل الترنجات اللي بعرضها لك دلوقتي دي هتتباع ب 100 وكسور، اللي هيتوقع ب 100 وكام كسبان ترنج هديه. الصوره هي اللي جوه. دمر. الصوره هي اللي جوه. يا ما ترفع الاسم يا اخي. يلا يلا يلا. 13 خالص. يلا يا عم شغال. دمر الدنيا. تعالى لي. بص يا وحش. دمر. حكايتك حكايه. شغال يا وحش. دمر اللي مصر كلها بتبيعها. تعالى لي لك اهو على الطبيعه. قلت لك شارك اللايف واعمل لايك دلوقتي وانت بتتفرج. تعالى كده اتفرج. تعالى كده اتفرج. تعالى لي. انا مش عارف انا كده بضيع اهو. انا بضيع. بص الكميات. بص الكميات. اودي مش عارف يقف على الارض. مش شايفين الارض من الشغل يا وحش. تعالى شغل اهو. اهو 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 اهو. تعالى لي. بص 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 الكميه. بص الكميه. بحر ترنجات. بحر ترنجات. كل دول هبيعهم لك. انا كنت ساكت. يلا. ليه طيب كده؟ عصبتولي ايه بس؟ بتعصبولي ايه؟ بتعصبولي ايه؟ يلا دمر الدنيا. وبقول لك اودي لما بيعمل عرض لازم يدغدغ الارض. يا لهوي على ده. تعالى لي. بص كده ده. يلا. ايه رايك في ده؟ شغال. ايه رايك في ده؟ ده حكايته حكايه وروايه. دمر. طب ايه رايك في ده؟ دمر. يا لهوي على ده. بتاع مي عز الدين. دمر الدنيا. اي حد هيشارك اللايف وهيعمل منشن لقرايبه واصحابه وهيعمل لايك دلوقتي كسبان معايا. اهم حاجه اللايك ده يا جماعه عشان التعليق بتاعك يظهر عندي يا وحش. عايز مصر كلها تشارك اللايف ولا يتوقع معايا السعر الصحي كسبان. وعايز مصر كلها اللي في اللايف تصلي على النبي يا وحش. تعالى يلا كده دمر. بيتكلم بجد. تعالى لي. بص ده عامل ازاي؟ النايكات اللي بيتباع في التوكيل يا قلب الوحش يقول لك ب 5000 جنيه وب 6000 جنيه. دمر. بيتباع في البراند ب 5000 و6000 جنيه. يلا اهو. كوكو اند اس بيقول لك الترنجات الثلاث قطع. تعالى لي بس ده لسه في تاني. يلا يلا يلا. بقول لك الكميات عندنا من هنا للكتكات. بدأنا العرض معاك من اول 20 جنيه. يلا يلا يلا. دمر الدنيا. تعالى لي. قلت لك اعمل لايف كده وانت بتتفرج وشارك اللايف واللي هيتوقع سعر الترنج ده هديله ترنج هديه يا وحش. قلت لك اي ترنج من دول كل الترنجات دي هنبيع لك بسعر واحد اللي هي 100 وكسور. الجمعه اللي مش هيجي ياخد ترنجات ما يجيش تاني. اهو. انا بقول لك. اهو. بكره الجمعه. اهو. اللي مش هيجي ياخد ترنجات خروج ما يجيش. تعالى لي. شغال. وزي ما بنقول اللي مش كوك اللي كوكو عند اس مش في حياته الحلو كل فاته. الازرق. تعالى لي. الاسد بيمنع. الحسد. اه والله. تعالى لي. بص الازرق ده عامل ازاي؟ دمر الدنيا. بص كده دوت. شغال. الحته هي اللي جوه. يلا يا وحش دمر. بعد اذنك. تعالى لي. شيرت ابيض. دمر. بنطلون واسع. دمر. شغال. قلنا التلات قطع. شغال. قلنا التلات قطع هبيعها لك بسعر القطايه دي بس والله. والله هبيعها لك بسعر القطايه. دمر. تعالى يا ابني افتح. تعالى لي. قلت لك اي حد هيشارك اللايف في 500 بيتفرجوا على اللايف اعمل لايك كده وانت بتتفرج. اهم حاجه اللايك ده يا جماعه عشان تعليقك يظهر عندي والمشاركه بتاعتك توصل لي يا وحش. شارك اللايف واعمل لايك كده وانت بتتفرج. يلا يا وحش. اقسم بالله انا صعبان عليا. اهو. يعني انا شويه الشغل دولت. يلا يا عمودي. يلا. صعبانين عليا. وحياه عينيا. افتح كده افتح. دمر الدنيا. بص بص بص. طب بص ده عامل ازاي؟ بص بص كده الترنجات. بص الحلويات دي يا وحش. بص الدلع اللي اتمنع. بيقول لك انت وقعت في الحل حلويات. دمر. بص كده ده. بص 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 القطعه دي عامله ازاي يا وحش؟ على ايه بقى؟ بص القطعه دي عامله ازاي؟ على البنطلون ده اللي حكايته حكايه وروايه. ترنج خروج. ترنج خروج. حكايته حكايه وروايه. دمر. والله العظيم اقل ترنج ب 400 جنيه. دمر. الشغل دوت سمر ميلتون مستورد. سمر ميلتون مستورد. دمر الدنيا. الخامه الناعمه. شغال. قرب كده. يلا. الشغل دوت مستورد. دمر. انا بقول لك بكره بكام؟ بكام؟ مش هقول لك سعره الا لما الناس كلها تقول لي بكام. انت اشتريتي بكام قول لي في تعليق. يلا يا وحش. بيرضي الله. تعالى لي. بيني وبينك
ربنا. دمر. اشتريت فلينج زي ده بكام؟ دمر. شغال. عايز الناس كلها تعلق معايا. تعالالي. طب اشتريت فلينج زي ده بكام؟ طب يلا يا وحش. طب ادعك عليكي واشتريت ده بكام؟ دمر. طب ادعك عليكي واشتريت ده بكام؟ دمر. طب ادعك عليكي واشتريت ثلاث قطع الفروج ده بكام؟ ايه ده ايه ده؟ الشغل ده بيتباع ب 600 جنيه وب 700 جنيه بره يا وحش في المحلات. قلت لك اي حد هيشارك اللايف دلوقتي واستاذ حماده بيقول لك تم، معنى كده ان هو مشارك اللايف، لو مشارك اللايف اكسبه. افتح الصفحه بتاعتك يا استاذ حماده عشان تقفل الصفحه. عامل لك بحر ترنجات بالفعل. تعالى لي. محدش عنده الكلام ده. دمر. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ثلاثه اقسم بالله عندي قد الكميه اللي انا بفتحها لك في اللايف ده في المخزن. دمر. عندي قد الكميه اللي انا بوريها لك ديت في المخزن. دمر. بس العرض دوت عرض بكره الجمعه. شغال. الساعه 12 الظهر. يلا يا وحش. الناس بتقول لك بكام بقى؟ تعالى لي. يا ابني اقلب يا ابني. دمر 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 دمر. بص 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 انا عايز مصر كلها تشارك اللايف وكله يعمل لايف كده وهو بيتفرج. اي حد هيخش على صفحته الشخصيه اللي مشارك اللايف هيكسب ترنج هديه يا وحش. قافل برضو الصفحه، الناس كلها قافله الصفحه. بعد اذنكم افتحوا الصفحه واعمل لايف. يا لهوي على ده يا نور. ده بقى بص بتاع الممثلين بتاع الممثلين. ايه ده؟ ده فيست راس. ده فيست راس. فيست راس. بص كده بعد اذنك. تعالى لي. خد الشغل الهاند ميد. الاستراس اهو. تعالى كده. الاستراس. الشغل الهاند ميد اليدوي. ولا حد يقول لك يقع في الغسيل ولا اي حاجه من الكلام ده. انا عايزك وانت جاي تجيب معاك خبير استراس يا وحش. معاك خبير استراس. تعالى لي. اسود هو الاسود اللي جوه. اهو. الصوره ازرق هو الازرق اللي جوه. دمر. شغال. تعالى لي. هو النبيتي اللي جوه. دمر. شغال. شغال. كشمير هو الكشمير اللي جوه. تعالى لي. بص بقى الشركات المحترمه. يلا يا وحش دمر الدنيا. تعالى لي. ده هنا في ممنوعات. يا لهوي على ده. كل جونيا بتلاقي فيها موديلات حكايتها حكايه وروايه احنا نفسنا بنتصدم منها. بص بص. تعالى لي. والله لغايه دلوقتي مش مصدق ان احنا هنبيع الترنجات دي بالسعر اللي هو ده هيقول لكم عليه دلوقتي. يلا يا وحش دمر. انا عايزك تيجي بكره فرع الكورنيش تمسك الخامه بتاعت الحته عامله ازاي. اي قطعه توبر بتاعتي. دمر. اي قطعه تبص في الغسيل بتاعتي. دمر. اي قطعه انت ما بتشتريش من كوتش من كشك في الشارع. انت بتشتري من كوكو اند اس. دمر. بتشتري من براند. دمر. مش قادر يفرد الجونيا. اهو. مش قادر يشيل الجونيا. يلا يلا يلا. طلع لي طلع لي الازرق. وربنا الازرق ده جامد قوي. قلت لك هجيب لك كل ده ببلاش. هبيع لك كل ده ببلاش. فري سايز. قلت لك الفري سايز كله ايه؟ دمر. كله متاح. كله متاح. بص الازرق على الاسد اللي بيمنع الحسد. تعالى لي. ايه يا عم ده؟ يلا 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 ده احنا سته. دمر. ربنا كوتش ابيض. تعالى لي. دمر. انا فرحان بالترنجات. محدش يقول لي قول السعر عشان مش هقول لك السعر غير لما انت تقول لي اشتريت بكام. يلا. بس انا عايز كده 2000 لايك تقول لي جبت الترنج ده بكام. يلا يا وحش. دمر. اخواتنا البنات تعلق كده معانا وتقول لنا الترنجات دي لو انت هتشتريها من محل بره هتشتريها بكام؟ او انت اتضحك عليك واشتريتيها بكام؟ واحنا بفضل الله الترنجات دي كلها هنبيع لك النهارده ب 100 جنيه وكسور، واللي اتوقع ب 100 وكام كسبان معانا ترنج. تعالى لي. يلا يا وحش. شغال يا وحش. البنطلون اللي حكايته حكايه وروايه، البنطلون الواسع اهو. دمر. اللي ما يبينش تفاصيل الجسم يا عم مودي. يلا دمر الدنيا. تعالى لي. قلت لك اعمل لايك دلوقتي وانت بتتفرج. دمر. بص علبة الجاتوري عاملة ازاي. تعالى لي. يلا يلا يلا. الناس بتقول لك بكام؟ وريني التليفون كده. اهو اهو. عايز اشوف الناس بتعلق بتقول بكام. اهو. يلا دمر الدنيا. اي حد هيشارك اللايف معاك ويعلق معاك ويكتب لك تم او يعلق معاك ويقول لك ويتوقع معانا السعر صح هيكسبه ترنج هديه. الناس اللي بص لي تقول لي بكام؟ اشتريته ب 250 جنيه. ايوه انا عايز الناس تكتب بجد. بس قبل ما يعني قبل ما تتوقع معايا تعمل لايف. تعالى كده بعد اذنك عشان تعليقك يظهر عندنا. عشان تعليقك يظهر عندنا لايك. شغال. وانت بتتفرج لايكات عشان ايميلك يظهر عندنا. لايكات لايكات لايكات. وانت بتتفرج عشان ايميلك وتعليقك يظهر عندنا. دمر الدنيا. شغال. شغال. الناس كلها اللي بتتفرج وبتعلق تعمل لايكات. يلا يا وحش. لما بتعمل لايك ايميلك بيظهر عندي. شغال. وتعليقك بيظهر عندي. دمر. مش عايز حد يكتب لي تم. عايزك تقول لي اشتريته بكام. دمر. بس امسك كده وتعالى. تعالى لي. قلت لك اعمل لايف اعمل لايك كده وانت بتتفرج معايا يا وحش. وتوقع معايا السعر صح وقول لي انت اشتريت الترنج ده بكام من بره وانا هدمر لك سعره دلوقتي هبيعه لك ب 100 وكسور.
بمية وكسور. تعال لي، قلت لك اهم حاجه الله يقدر وحش عشان تعلقك يظهر عندي. اهو اهو دمر. لو مش شارك الله بكسبه ده والله. يلا 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 تعال لي. بص كده وحش. يلا ايه رايك في الصوره دي؟ حكايتها حكايه. نايكاتك اهو اللي بيتباع في البراند قلب الوحش ب 6000 جنيه. دمر الدنيا. بص البنطلون عامل ازاي؟ بص البنطلون بتاع نايك كده بس وري الناس. والله الشروال لوحده من بره بيشتروه ب 300 جنيه بتاع نايك ده بالذات. بتاع نايك ده الشروال ده بيشتريه من بره ب 350 جنيه و 400 جنيه. بص 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 الشغل الرياضي. تعالى لي كوكو اند اس بيقول لك الثلاثه قطعه الرياضي. الترنجات كلها ثلاثه قطعه الرياضي كلها ثلاثه قطعه الثلاثه قطعه. بص البرتقاني ده دمر كده. تعالى لي في البرتقاني كده دوت عامل. يلا يا وحش شغال دمر. اكلمك بالراحه اهو. اسلك من تحت اهو. شغل حكايته حكايه وروايه. دمر الدنيا. التيشيرت بتاعه انا عايزك بس تبص على الخامه. البنطلون بتاعه من غير بس مسوار التخام اهو. بص بص الحلويات اهو الجديد بقى اللي مفتوح من تحت يا عم هودي. دمر الدنيا اهو كده بعد اذنك على البنطلون. الشغل اللي يشرف. قلنا حكايتنا حكايه وروايه. كل الشغل ثلاثه قطعه شغال. الثلاثه قطعه. النايك اهو بالوانه. النايك بالوانه. النايك بالوانه. النايك بالوانه بينور شغال. اللون ده بينور. دمر. بص ده تعالى لي على الحلويات يا وحش. عندك من بره اللون الايه؟ دمر الجنزاري. دمر هو اللي جوه. هتفتح تلاقي الجنزاري. هتفتح تلاقي الجنزاري. تعالى لي شغال. يلا ستة ستة ونص. يلا دمر. بكره الجمعه اللي مش هيجي فرع الكورنيش ياخد الترنجات ديت يا ابني الهولدي. يلا يا وحش دمر الدنيا. قلت لك اعمل لايك وانت بتتفرج دلوقتي عشان كله كسبان معايا. كله كسبان معايا. توقع السعر صح وقول لي انت بتشتري الترنجات دي من بره بكام. والناس اللي لسه داخله اللايف احب ابشركم ان الترنجات كلها اللي هودي بيعرضها لكم هنبيعها لكم ب 100 ب 100 جنيه وكسور. ولا اتوقع سعر الترنج صح كسبان. يعني ترنج زي ده هتاخدين مي اهو على البنطلون ده. دمر. ايه رايك؟ حكايته حكايه والله يا جامد. دمر شغل حكايته حكايه. لو اني دمر الدنيا. تعالى لي يا باشا محمد شغال. بص الاخضر. بص الاخضر. بص الاخضر يا وحش شغال. بص الحلويات دي. دمر الدنيا. تعالى لي اهو بتاع دنيا سمير غانم يا وحش. اعمل لايك يلا. دمر. دمر. بص البنطلون عامل ازاي وحش. تعالى لي متاح. يلا 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 شغال. الاستراس بقى. الاستراس. تعال قرب هنا. الاستراس. تعال قرب يا حبيبي. يلا اهو. تعال قرب يا بابا. قلت لك مفيش حد هيبقى بتاع ملابس بعدينا. خلاص خلاص انتوا عصبتوا اودي ولما اودي بيتعصب كان الله في العون. تعالى لي. اي واحده محجبه بتلبس ترنجات لو ما جاتش بكره كانت لها 10 ترنجات. شغال. انا اللي بقول لك اهو مش هتيجي كوكو اند اس تشتري ولا حاجه هتعجبك تاني. ودي طلع في اللايف وقال لك لو حاجه وبرت بتاعتي. اي ترنج من انا بعرضهم لك زولت لو ما جتيش بكره. يا لهوي على الترنج ده. اهو فين الوانه ده؟ يلا يا وحش. فين الوانه دوت؟ ده انا عينيا وجعتني. تعالى لي. تعالى لي. لازم عينك توجعك من العظمه يا وحش. بص بص الشغل اللي فيه. بص الدرع اللي اتمنع. بص يا وحش الحلويات دي اهو. بكلمك بكل هدوء اهو. بص كده على الطبيعه. بص كده الشغل. حكايتنا حكايه. انا الشغل فرحان بيه اهو. انا لما بمسك حته كده جميله ببقى فرحان بيها. شغال. انا ناولني. يلا يلا قلت لك شارك اللايف واعمل لايك دلوقتي وانت بتتفرج يا وحش عشان تكسب معايا. تعالى يا عم تعالى كده نفتح نشوف الناس بتقول بكام. يلا يا وحش افتح كده اللايف بسرعه. واي حد علق معاك وتوقع السعر صح يكسبه. واللي هيعمل لايك كسبه. ب 165 جنيه. ب 175 جنيه. طب اعمل لايك. الناس اللي بتعلق معايا تعمل لايكات. لايك عشان يميلك. انا متاكد ان في ناس كتير علقت وتعليقها ما ظهرش عندي. ايوه انا الحل بقى انك تعمل لايك. تعليقها ما جاش تعمل لايك عشان ارد عليها. شغال. لايك وانت بتتفرج عشان ارد على تعليقك دلوقتي. دمر الدنيا. شارك اللايف دلوقتي كسبان. شغال يا وحش. يلا كده اهو. الناس تعمل مشاركات ولايكات. دمر. عشان تعليق يظهر عندنا. تعالى لي. لايك وانت بتتفرج يا وحش. شغال يا وحش. يلا يا قلب الوحش. دمر. عايز اقرا شويه تعليقات يا عم نور. دمر الدنيا. هو احنا قاعدين خمس دقايق اهو. هنكسب الناس فيهم بس. شغال. اللي هيتوقع السعر صح يكسبه. بس اهم حاجه يكون عامل لايك ومشارك اللايف عشان صفحته تظهر عندي يا وحش. تعالى لي. ب 180 جنيه غلط.
شغال. حرام ابيع ب 180 جنيه، مش انا بتاع الكلام ده، ولا ب 170 ولا ب 160 ولا ب 150 ولا بالاسعار دي. كوكو اند اس بيقول لك اي ترنج بكره بكام؟ بكام؟ اي ترنج بكره بكام؟ انت كده خضيتني انا، انت كده خضيتني انا. انا قلت انت هتبيع ب 190 جنيه. بتقول لك ايه؟ يلا. انا قلت ب 150 وب 135 وب 125، انا بقول لك اتوقعي مره واحده. اتوقعي مره واحده، ما تتوقعيش 10 مرات. اتوقعي مره واحده واعملي لايك اهو عشان تعليقك يظهر عندنا. لايكات يا وحش، لايكات عشان تعليقك يظهر عندنا وايميلك. شغال شغال، لايكات اقلب لي دمر الدنيا. الحلويات دي بص البنيه دي ايه ده كلها استراس دي، كل دوت بقى في موديلات تاني في المخزن. ده يعني في اكتر من الموديلات دي؟ هات هنا تعالى لي بص الشغل عامل ازاي. بص حته تشرف والله العظيم، حته تشرف. تعالى لي شغل اللي بيتباع في المحلات بره ب 700 جنيه اهو عندي في كوكو اند اس يا قلب الوحش فرع الكورنيش. قلت لك كل ده عرض بكره بس، بكره بس الجمعه، بكره الجمعه. تعالى لي اهو، عايزين اودي يقول السعر دلوقتي، اعملوا لايكات. لو وصلنا 1000 لايك دلوقتي حالا، وصلنا بقى بعد دقيقه، بعد نص ساعه احنا كده كده قاعدين، اعملوا لايك وانتوا بتتفرجوا دلوقتي عشان اودي يقول لك السعر يا وحش. تعالى لي بكام؟ هات لي كده بس التايجرات كده ب 20 جنيه اهو، وهات لي كده كل دوت. يلا يا وحش 15 جنيه. بكام؟ 15 ايه ده؟ جنيه. ايه ده؟ 15 ايه ده؟ ب 15؟ ب 15 ب 15 وعندنا منه كميه من هنا للكيت كات. يلا اهو 5 اكس اهو، عندك منه 2 اكس و 3 اكس و 5 اكس. يلا دمر الدنيا. تعالى لي ب 15 جنيه تيجي فرع الكورنيش تاخدي دستتين من ده. دمر. تعالى لي القطعه ب 15، القطعه ب 15 اللي حكيتنا حكايه وروايه بكره يا قلب الوحش في فرع الكورنيش. قلت لك كل ده عرض بكره بس الساعه 12 الظهر، مستنيين مصر كلها. 15 جنيه ايه ده؟ ايه ده 15 جنيه؟ ايه ده يا عم الحلويات دي؟ ايه يا عم الدلع اللي اتمنع ده؟ شغال. يلا 15 15 15 15 قلت لك كل ده ب 15 جنيه ب 15 جنيه ب 15 جنيه. جبت 1000 لايك. تعالى لي قربنا 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 قربنا. قلت لك اعمل لايك دلوقتي كده وانت بتتفرج دلوقتي عشان اودي يقول لك السعر بتاع الترنجات. اعمل لايك دلوقتي وانت بتتفرج، كل اللي بيتفرج كده معاه وهو بيتفرج علينا يفضل دايس على اللايك كده وحش. تعالى لي قلت لك اي صنف عرضه هدمره. اي صنف ولا ايه؟ هتمسكه هدمره. دمر اي حد هيطلع هيمسك صنف حتى لو بيبيعه اغلى مني. دمر شغال. ب 20 جنيه تعالى لي. ب 20 جنيه ب 20 جنيه ب 20 جنيه تعالى لي وريني الظهر بتاعه كده بعد اذنك. تعالى لي شغال ب 20 ب 20 ب 20 جنيه. يلا التايجرات اهي، التايجرات البوش المستورد البوش اب يا وحش. بص بص الاستيك. تعالى لي بص كده الكلام، الاستيك بص كده الشغل المستورد الاستيك ب 20 جنيه استيك ب 20 جنيه. دمر الدنيا وجبنا لك الرياضي يا وحش. الرياضي الرياضي ب 20 جنيه معانا في العرض ب 20 جنيه. دمر قلت لك اعمل لايك كده وانت تتفرج، اعمل لايك دلوقتي وانت تتفرج وتوقع السعر صح الكسبان. تعالى لي ب 20 جنيه ب 20 جنيه. شغال. تعالى لي شغال. يلا يا وحش دمر الدنيا. تعالى لي اهو على الطبيعه، على الطبيعه بقول لك. يلا دمر ب 20 جنيه. يلا يلا يا وحش. تعالى لي انا بكلمك بكل نزاهه اهو. شغال. دمر بتقول لك يا رب اكسب، لو مشاركه الله بكسبك حالا حالا. طلعت مشاركه اللايف اقول لك مبروك. على الطبيعه كلمه وكلمه خلاص، اي حد مشارك اللايف وعمل لايك دلوقتي قول له مبروك يا عمودي وعمل لايك كسبان. اهم حاجه اللايك ده، اهم حاجه اللايك عشان تعليقك يظهر عندي وغيرك استفاد من العرض وغيرك وغيرك وغيرك. احنا عايزين مصر كلها تستفاد ومحدش يضحك عليه في الاسعار بره. 700 بيتفرجوا على لايف ب 175 غلط والله، عماله تكتب ب 175 مش انا بتاع الاسعار دي. تعالى لي لما بطلع بقول بنص الثمن ببيع بنص الثمن. شغال. لما بطلع بقول ادمر بقول ادمر. شغال يا وحش. بطلع بقول لك كميه، بقول لك كميه بس بقول لك العرض الساعه 12 الظهر. دمر. هتجيلي بكره بالليل هقول لك العرض خلص، انا هو اللي بزعق. يلا يا وحش. هتجيلي بكره بالليل هقول لك العرض. السلام عليكم. خلص كلمني. شكرا. تعالى كده بس لايك وانت بتتفرج. لايكات يلا اعمل لايك عشان يميلك يظهر عندنا بسرعه. تعالى لايك عشان تعليقك يظهر عندنا، وشارك اللايف دلوقتي على صفحتك الشخصيه. تعالى انا مش جايب لك حته ولا قطعتين، انا عامل لك بحر بحر. بص كده البحر عامل ازاي. بص بص بحر الترنجات ده
انا مش عارف المس الارض والله ما عارف المس الارض من الشغل. تعال لي شغال يلا. انت لسه ما جبتش 600 لايك حتى اهو يا وحش. امسك كده يا وحش اعمل لي لايك كده وانت بتتفرج دلوقتي عشان اقول لكم السعر على طول. لو وصلنا 1000 لايك وده هيقول لك السعر على طول كلمه وكلمه. يلا دمر الدنيا فعلا والله. ولا سكر ولا زيت كوكا عند اس في كل بيت. تعال لي يلا يلا يلا. الترنج ده بقى اللي مصر كلها قلبة الدنيا عليه. قلبة الدنيا دمر. طلع في التلفزيون. دمر. طلع في التلفزيون. طلع في التلفزيون فعلا. في التلفزيون والله. تعالى لي. يلا. اديكوا الترنج يطلع في التلفزيون انا لا. اهو. الترنج الخروج. اهو يا وحش. اهو يا وحش. الترنج. مش بقول لك التيشيرت. مش هقول لك انا ممثل. انا بقول لك الترنج. تعالى لي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه البنطلون الاحمر ده؟ الغريبة عمالة كلها بترن. يلا دمر الدنيا. تعالى لي. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. يلا يلا يلا. الترنج ب 50 جنيه. دمر الدنيا. الترنج ب 50 جنيه. تعالى لي. شغال يا وحش. يا لهوي يا قلب الوحش. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. التايجر. التايجر ده اسد. تايجر يا عم ماي سن. الناس يلا هتحكم بقى بيني وما بينك ده تايجر ولا اسد يا جدعان. 50 جنيه. دمر الدنيا كله. يلا دمر. بقول لك ب 50 جنيه الطعم كامل متكامل. كامل متكامل ب 50 جنيه. دمر بطيخه. تعالى لي. قلت لك اعمل لايك دلوقتي كده وانت اتفرج وشارك اللايف يا قلب الوحش هتكسب معايا على طول. اي حد هتوقع سعر الترنج صح كسبان معايا. الناس اللي بتعلق وتعليقاتها ما بتظهرش اعمل لايك. تعالى لي تعالى لي. السكري بقى ده الشغل السكري. الشغل المطبوع. دمر. بكام معانا في العرض؟ بكام؟ ب 50 جنيه. ومكتوب عليه جيرل حكايته حكايه وروايه. دمر. اسد ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. وحطك ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. اي ترنج خروج من الترنجات ديت ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. بقى الناس بتقول لك ايه؟ يلا يا وحش. تعالى يا وحش. جبنا ال 600 اهو يلا. تعالى يا وحش. يلا دمر الدنيا. قلت 1000. ما قلت ال 600 يلا. انا عايز 1000. تعالى يا وحش. تعالى ده انا هضمن لك الفرع كله. تعالى يلا يلا يلا. قلت لك كل العروض دي بكره الساعه 12 الظهر يا قلب الوحش. عنواننا الوراق كورنيش النيل بجوار التوحيد والنور امام كنيسه العذراء والملاك. حاجات حلوه. مبروك ترنج. مبروك. مبروك ترنج اهو. على الطبيعه. على الطبيعه. مبروك ترنج. كلمه وكلمه. شغال. يلا. قلت لك كل اللي هيدوس لايك دلوقتي ابعت له ترنج هديه. دمر الدنيا. لايك وانت بتتفرج. تعالى. عشان ايميلك يظهر عندنا في 600 بيتفرجوا على اللايك. اعمل لايك دلوقتي وانت بتتفرج ابعت لك ترنج هديه على طول. تعالى كده يا وحش. شغال. لايك وانت بتتفرج. يلا يا وحش. وشارك اللايف على صفحتك الشخصيه ابعت لك ترنج. دمر الدنيا. بتقول لك تم. شغال. خش كده على صفحتها. يلا يا وحش. مش مشاركه اللايف. تعالى. وانت هتكسب ترنج هديه دلوقتي. دمر. شغال. اهم حاجه المشاركه يا جماعه واللايك. شغال. اهم حاجه المشاركه واللايك. من كتر اللايكات. طب اعمل لي لايكات تاني يلا. لايك دلوقتي وشارك اللايف. بكره. اي قطعه باسورد عليها قطعه هديه. الباسورد. اي قطعه باسورد عليها كاش هديه. دمر. شغال. شغال. كاش باسورد امسك كده بعد كاش باسورد يا وحش. تعالى لي. قلت لك اعمل لايك دلوقتي وانت بتتفرج وشارك اللايف هتكسب دلوقتي ترنج هديه. شغال. هتكسب دلوقتي ترنج هديه. تعالى لي. الشغل الترندات. الترندات. اللي حكايته حكايه. الترندات. من مصنع باسورد. شغال. تعالى كده دوت براند مين. باسورد. 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 خدت بكره قطعه ب 100 جنيه هتاخد قطعه هديه. دمر. قطعه ب 80 جنيه تاخد قطعه عاديه. شغال. قطعه ب 150 جنيه تاخد قطعه عاديه. يلا يا وحش. اي حاجه من باسورد بكره تاخد قطعه هديه. تعالى لي. شغال. شغال. قطعه هديه على دمر كله. الدنيا. بس خد ثلاثه وخد حته. اي حاجه باسورد بكره هتاخدها بص ب 90 جنيه في 120 جنيه في 150 جنيه في 135 اي حاجه باسورد عليها قطعه هديه. شغال يا وحش. قطعه هديه على طول يا قلب الوحش. تعالى لي. تعالى لي بقى كده في الترنجات اللي بتتعبانه. دمر الدنيا. الترنجات عامله ازاي؟ شغال. تشرف. حبيبي زباين كوكو اند اس. الرجاله ديت شقيانه معايا والله. دمر. معذبهم بس زودتهم الشهر ده. شغال. كده مش هتزودتهم؟ شغال هتزودوا عشان كده شغالين بنفس النهارده. دمر. كل واحد خد 300 جنيه زياده مروق على نفسه. تعالى كده بعد اذنك لايكات لايكات لايكات. دمر. وشارك اللايف دلوقتي كسبان هات لي 300 لايك ولا حاجه. اي حد هيعمل لايك دلوقتي كسبان معايا يا وحش. اعمل لايك دلوقتي كده وانت بتتفرج. الناس اللي بتعلق وتعليقها ما بيظهرش عندي. اعمل لايك كده وانت بتتفرج يا وحش عشان تكسب معايا على طول. تعالى كده يا وحش. دمر. كان بكام الترنج ده؟ شغال. 50 جنيه.
كان بكام الترنج ده؟ بكام؟ 350. نص 350 جنيه كام؟ دمر. نص 350 جنيه دمر الدنيا. وفرنا كل الترنجات الخروج دوت في الحته دي. شغال. الترنجات ديت الثلاثة قطعة. دمر. هم 300 جنيه. تعالى لي. 350 جنيه. شغال. بيقول لك بكرة بكام؟ بكام؟ بص كده الحتة عاملة ازاي؟ بكام؟ شغال. بكام؟ على البنطلون الترنج ده كده. دمر. من تعالى لي. اي ترنج خروج بكره. بص كده الاستك عامل ازاي اهو. القطعه الثالثه عامله ازاي؟ دمر. شغال. شغال. قلت لك لما اخد خصم من المصنع مش هحطه في جيبي. دمر. تعالى لي. بص الازرق اي حاجه اخدها خصم من المصنع مش هحطها في جيبي. دمر. بكره اي ترنج خروج من محلات كوكو اند اس عرض الساعه 12 الظهر. عرض الساعة كام؟ 12 الظهر. عرض الساعة 12 الظهر. هتيجوا انتوا في فرقة هتلاقونا واقفين مستنيينكم. 12 الظهر بس. تعالى لي. شغال اهو. والله العظيم محمد رمضان. اهو يا وحش. تعالى لي. اللي بتشتروه من بره في المحلات يا انسه يقول لك ده ب 700 جنيه يا انسه و 800 جنيه يا انسه. قلت لك اللون هو اللي جوه. تعالى لي. اللون هو اللي جوه. اللي جوه. اي ترند خروج بكره معانا في العرض من محلات كوكو اند اس لاجدع زباين في الدنيا العرض اب من القلب ببلاش. ببلاش. هتلاقيه عند حد. ببلاش. 155 جنيه. ب 155. ب 155 ولا 255 ب 155 ترنجات خروج بكره 3 قطع 4 قطع 155 ب 155 يا وحش. صفيت لك المايوهات الشارع وبعت لك ب 155 كل الخروج ب 155 ب 155 يا وحش. تعالى لي. العرض دوت شغال بكره في فرع الكورنيش. دمر. العرض دوت شغال بكره فين؟ في فرع الكورنيش. عامل لك دمار شامل بالفعل. شغال. ترنجات خروج بدل 350 جنيه. دمر. مش 50% بقى. دمر. 155 جنيه. ب 155 في الدنيا بكره فرع الكورنيش عامل لك في جميع الفروع على الكورنيش دمار بالفعل. مفروشات كاوتشات ملابس عبايات سجاد كله دمار شامل. تعالى لي. فرع الكورنيش مستنيهم.